رسالة أخرى جاءت لبرنامج نور على الدرب من المرسل ربيع معوض، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهانذا أعرض سؤالي على أهل الذكر والعلم هنا في المملكة العربية السعودية. يقول في سؤاله: كنت مسافرا إلى السعودية وأعلم أن المسافر يقصر في الصلاة، وصليت الصبح ركعتين، وصليت الظهر والعصر ركعتين فقط، وصليت المغرب ثلاث، وصليت العشاء ركعتين، ودمت على ذلك ثلاث ليال بأيامهن، فهل أنا أخطئ أو صحيح ما فعلته من فضلكم؟ جزاكم الله خير، أجيبوني على ذلك. المسافر نعم أباح الله له القصر، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وبهذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يقصر الصلاة من حين خروجه من المدينة إلى أن يرجع إليها، والقصر في السفر أفضل من الإتمام. وما ذكره السائل من أنه جاء إلى السعودية مسافرا لقضاء حاجة لا للبقاء في السعودية أو العمل المستمر الطويل في السعودية، وإنما لغرض ينتهي ثم يرجع، فهذا فيه تفصيل. إذا كان نوى إقامة 4 أيام فأقل فله القصر، وإن نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، لأنه يأخذ أحكام المقيمين. وإن لم ينوي إقامة محددة أو أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي، فإنه يقصر الصلاة أيضا ولو طالت المدة. إذن المسألة فيها 3 حالات. نعم. الحالة الأولى: إذا نوى إقامة 4 أيام فأقل فله القصر. نعم. الحالة الثانية: إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فيجب عليه الإتمام. نعم. الحالة الثالثة: إذا لم ينوي إقامة أصلا أو نوى إقامة لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي، فإنه يقصر الصلاة لأنه لا يزال مسافرا. نعم. إذن هذه إجابة لأولئك الذين يسألون باستمرار كيف تقصر الصلاة داخل المدن من قبل أولئك الذين جاءوا إلى مدينة ما لغرض ما. لا. فإذا ما وصل الإنسان من أجل غرض فلا بد أن يشترط النية في القصر، وإذا زادت عن 4 ليال فإنه يتم صلاته. أما إذا كان لا يعلم هل سيستمر السفر أم سيقيم، فهذه أيضا نريد التوجيه من فضيلتكم في مثل هذه الحالة. نعم، قلنا أنه يقصر الصلاة لو استمر طويلا، لم يجمع إقامة هنا. نعم. قصة ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس في أذربيجان أظن، التي ابن عمر رضي الله عنه. نعم. حبسه الثلج 6 أشهر. نعم. لأن الثلج لا يدرى متى يزول ومتى يحصل الدفء وزوال. نعم. العذر. نعم. لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله، فبقي. نعم. يقصر الصلاة لأن هذا حبسه العذر الذي لا يدري متى ينتهي. نعم. ما حكم أولئك الذين فعلوا أخذوا بالإتمام والقصر فيما مضى من أيامهم الآن؟ كيف؟ شخص أقام في مدينة ما جاء من أجل أن يعمل مثلا عملا لتجارة، وقصر في صلاته أياما ثم أتم في أياما ثم عاد وقصر بحكم ما يسمعه من الناس. قلنا في الأول إن القصر مستحب والإتمام جائز، فإن فعل الشيئين فلا بأس. فإن المسافر إذا أتم فهو أفضل. نعم. وإن إذا أتم فهو جائز، وإن قصر فهو أفضل. نعم. أما من نوى إقامة تزيد على 4 أيام فهذا ليس بمسافر، هذا يتم الصلاة. نعم. نعم. ما يشاهد فضيلة الشيخ الآن من المسافرين على الطرقات، بعض منهم يقصر وبعض منهم يتم، وإذا ما دخلوا في مسجد ما كان متما هذا الإمام أتموا معه أو قصروا، فما في مثل هذه الحالات كيف يفعل المسافر؟ الجواب كما سبق أن المسافر إذا صلى على الطريق فالأفضل أن يقصر الصلاة. نعم. وإن أتم فهو جائز، أما إذا صلى وراء إمام يتم الصلاة. نعم. فإنه يلزمه الإتمام تبعا لإمامه. نعم. نعم.